الربيع العربي بين الأمل والتحدي، عنوان جمع عدد من الناشطين العرب في المهجر على مدار يومين في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لقراءة المشهد بعد 5 سنوات على الانطلاق وما أصابه من معيقات وتداخلات وصولا لتأخر استحقاقاته وارتداداته في بعض البلدان، إضافة لرسالة أبناء المهجر التي حملت عنوان أوطاننا في قلوبنا، محاولة قد تبدو ضرورة بحسب المنظمين. إننا نحمل أملا ونحمل حلما ولسنا هما، هذه الرسالة الحقيقية التي نرفعها إلى الغرب ونرفعها إلى شعوبنا، نقول أننا سنظل نحمل رسالتكم، سنظل صوت لأناتكم، سنظل صوت لفرحكم حين تفرحون. تنوعت قراءات رواد المنصة، اقتربت من الأوجاع حينا وبثت الآمال المنتظرة أحيانا من تونس وما يجري عليها وليبيا واليمن والعراق وفلسطين ومصر، ولم تكن سوريا ببعيدة عن المشهد، فدحض الكثير من روايات نظام الأسد وحلفائه متطلعين لاستحقاقات منتظرة. إن القضية السورية مستعصية، حالة غير قابلة للردع. الشعب السوري اليوم زعلان، ليش ما مات؟ الحي من السوريين اليوم لك خجلان ممن مات من أهله وأقربائه. الثورة السورية تحتاج نوع من الاستفادة من خبرات من سبقها، ولا سيما ما حصل مع الثورات الأخرى من ارتدادات عكسية حصلت، فكان لابد من المشاركة، الاستفادة، الإصغاء، التكامل في العمل. لا شك الخروج في أوروبا بمثل هذا في الفترة التي يتحدث فيها النظام عن حل سياسي وشيء من ذلك، لابد أن يذكر أن ما يحصل في سوريا ليس حرب أهلية تحتاج حل سياسي، إنما المنطقة بالجملة تحتاج إيجاد حل شامل لقضية الاستبداد وقضية الدكتاتوريات. حضرت قضية آلاف الشباب السوري في المعتقلات والذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، فوثقت الصور المسربة والشهادات لما يجري، فكثير من شركاء ثورات الربيع العربي في المهجر بدت ثوابتهم متغيرة بفعل الإعلام الحليف لنظام الأسد. مطالباتنا وهي تذكير للمجتمع المدني بإطلاق سراح المعتقلين والدفاع عن حقوقهم. الآن مثلا الغاية لدينا معرض لصور بعض الانتهاكات والتعذيب في حقوق الإنسان، وخاصة الملف الذي تناقله الجميع عن الصور المسربة، والذي وصلنا به الآن إلى أنه قام وزير الخارجية فابيوس برفع قضية ضد مجهول للمحكمة الدولية، وحتى أنه استدعينا وسيقوم هناك عدد ضخم من الشهود بالإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الدولية. حاولت جلسات الملتقى وفعالياته أن تقدم صورة مختلفة عما يدور في بروباغندا الإعلام المتسرعة، وأن تمد يد التوضيح والشرح من شهود أوطان الربيع العربي، واختار الملتقى على مدار يومين أن يبحر بعمق الرؤية والقول بصراحة أن الربيع قادم وأن عطلته القوى المتضررة منه. تأتي هذه الفعالية في الذكرى 5 لثورات الربيع العربي، وهي تدخل في أكثر الظروف تعقيدا وتداخلا، لكنها تأتي لتؤكد القول أن ثورات الربيع العربي من قررها ومن سار بها شعوبها العربية، وإن تأخرت قليلا لكنها ماضية في سبيلها. لأورينت نيوز، محمد العويد، باريس.